يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نسب البعض إلى فضيلتكم القول بأنكم تميلون إلى تحريم المساهمة في بنك البلاد. لأن إيش؟ نسب البعض إلى فضيلتكم القول بأنكم تميلون لتحريم المساهمة في بنك البلاد، ونسب بعضهم القول إليكم بالكراهة، وأنا لم أعلم بذلك إلا بعد المساهمة في هذا البنك. سؤالي: هل ما نسب إليكم صحيح وأنكم ترون التحريم؟ وهل يجوز لي التخلص من الأسهم ببيعها على غيري الآن؟ أما كيفية الخلاص في ذلك؟ أنا أقول أنا لا أدري عن بنك البلاد، ولا أعرف نظامه، ولا أفتي بالدخول فيه. ما دام إني لا أعرفه فلا أفتي بالدخول فيه. أنا ما أفتي إلا بشيء أعرفه وأتحقق منه، هذا الذي أنا أقول. فإذا كان الإنسان يعرفه ويعرف نظامه وما فيه محذور يدخل فيه، أما أنا ما أدري ولا أفتي بالدخول فيه، ولا لأني ما أدري عنه، هذا الذي أقوله وما زلت أقوله. نعم. أما التخلص من الدخول فيه بعد ما دخلت فيه فهذا راجع إليك، اعمل ما يخلصك من هذا. نعم.